الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الإخوة الكرام جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل يا أخواننا ما نبدأ ونبين بعض الأفكار الهدامة، دارين نبين للناس مسائل مهمة. المسألة الأولى، إنه كثير من الناس أو الأحزاب أو الجماعات يقول لك فلان ده قدم تجربة سيئة للدين، وده تاجر باسم الدين، وده لعب بالدين، ولو سألته الدين ده شنو ما بعرف. والدين يا أخواننا الإسلام باختصار يقوم على أصلين وأمرين. الأمر الأول إفراد الله عز وجل بالعبادة، ودي دعوة كل الأنبياء والمرسلين. والأمر الثاني وهو إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، ودل بيسألوك عنه يوم القيامة، ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون. فالسؤال الأول عن الإخلاص والإيمان، والسؤال الثاني عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ومشكلة الناس دي كلها، الأحزاب دي، إما في التوحيد أو الاتباع. والتوحيد يا أخواننا أو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، عشان الإنسان يؤمن إيمان صحيح يتضمن أربعة أمور كما قال العلماء. الأمر الأول، علشان أنا بقول المقدمة دي ضرورية جدا، لأنه بعدين كل الأحزاب محتاجة للكلام ده. وكثير من الناس يقول لك يا أخي أنا في الجامعة، يا أخي ليه تتكلم لي في كده؟ لأنه في ناس أساسيات الدين والإسلام بيطعنوا فيها وينقضوا فيها. فأول حاجة تؤمن بوجود الله، وده يا أخواننا شيء مغروس في الفطر ومركوز في القلوب والضمائر. ربنا خلق عليه البشر، كل مولود يولد على الفطرة اللي هي الإسلام. وإنت بتجي من أهلك متبع للقرآن، تحب الدين والإسلام، تجي تلقى أحزاب مجرمة تحرفك عن هذه الفطرة. تجي تلقى الشيوعيين يقول لك الله ماف، وعندهم اسم في الجامعات اسمه الجبهة الديمقراطية. وما دام جبنا سيرتهم أمشوا أجهزوا بالكتب وبالعلم، عشان حنجي نفتح لك فرصة. ولو أنت ما جاهز يا شيوعي يا ضال يا منحرف، أمشي جيب شيخك، أمشي المركز بتاع الحزب الشيوعي هنا في البحر الأحمر، جيب أكبر كادر عندك بنفتح له فرصة، والله نفرج فيك الخلق بإذن الله سبحانه وتعالى إلا تشرد، عرفته؟ لكن تجي تملوا لنا البلد كلها ملصقات، أو حزب المستقلين، عرفته؟ ناس حزب الجمر للعمار المجلي، ها؟ كن ما تشاء، قل ما تكون، كن ما تقول، إن تقولها تمت وإن لم تقولها تمت. طيب تعال خش قول وموت، تعال خش هنا، فهمت؟ بنتحداك تجي تناقش وتناظر بالحجة والعلم. أي منهج في راسك نحن جاهزين له بفضل الله سبحانه وتعالى، ما بفضلنا، لأنه نحن بنعتقد إنه القرآن والسنة بفهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ما في زول بيقدر يقارعة. ومش عشان الكيزان تاجروا بالدين وجو الحرية والتغيير شالوا نحن نقعد نضبلن. زول تلقاه ذاته لو ماشي يصلي تلقاه خجلان. أنا أخجل من شيوعي مجرم ضال منحرف. نتحداك بعدين تعال خش، عرفتها؟ نقول لك جوا عينك ذاته، ده نمرة واحد. فما بيؤمنوا بوجود الإله، بيقولوا الله ماف. الكلام ده قالوا في كتب، طبعا الشيوعي ما فاضي يقرأ كتب شيوخه،
معديها كلها انت وانا من حقنا نفرح نطير زي الفراش تلقانا صاقعت خمنا ما بيمشي يقرا ولا معديها كلها جلسات في الشاطئ هناك وين 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 عرفته ما بيقرا كتب شيخه. لينين قال بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية التي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله، وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله. ده لينين ما بيؤمن بإله. الشيعين يقول لك نحن لا نؤمن إلا بشيء مادي، يعني حاجة كده هبشبل يو كان تطش عرفتها. نحن بنقول له تعال يا شيوعي انت مش عندك 6 في الجامعة بتحبين وعندك 12 في السوق و13 في الحلة، ادينا 2 كيلو بتاع حب. ما هو قال اي حاجة ما محسوسة ما بيؤمن بها. بس بالدنيا كده قبل نرجع لك للقرآن، ادينا 2 كيلو بتاع حب جيبه عندك تقدر تجيبه. فده يا اخواننا كلام باطل. وما اي حاجة نحن ما شايفيننا معناه ما في. ربنا عز وجل قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنا بسأل الشيوعي تلقى نفرين نايمين في أوضة، نايمين في أوضة، ما هو قال ما بيؤمن إلا بالشيء المادي. واحد تلقاه حي والتاني قبل دقائق كان حي مات. مادي طبعا التفسير الديني حقنا نحن مات، لكن انت كشيوعي اللي بتؤمن به عامل فوق ود بتاع علم وهو اجهل من حمار يا بيه والله عرفته، اجهل من اللي استقال كارو ذاته كويس. فسر لنا تفسير علمي انه مع وجود مقومات الحياه من الاكسجين والدم اللي بينقل الاكسجين والمضخه القلب والاكل والشراب كلها موجوده متوفره للمخلوق ده، ليه ما قاعد يتحرك؟ ليه جسمه برد؟ يقول لك مات. لا مادي ما حقتك انت، ماده للناس اللي بيؤمنوا بالدين، اما انت زول شيوعي تغنعنا. عشان كده زمان كان عندهم كادر في جامعه ام درمان الاهليه اسمه عصمه الدسيس، وقالوا قلب بقى حزب امه. المهم كان بيقول بعد ما يرفع كراعه في الكرسي انا لا استطيع ان اجزم ان الله موجود او غير موجود لأنني لا أملك أدوات إدراك الذات الإلهية. وقلنا لو صدقت وأنت كذب صح، لأنه لو كان عندك عقل كان أدركت إنه الله فيه كويس. لأن يا أخواننا الكون هل يمكن أن يوجد من غير خالق؟ يعني لو جيت قلت للشيوعي إنه المظلة دي تركبت برا في 3 زنكيات كان ما شاتا يتشكس نظيم في البحر ولا شنو جاني يتلمن، وفي حديدتين جان قعدهم في النص وبعد ذاك في مراوح اتعلقت براين كده، لا في زول علقن لا في خواجه صنعن ولا اي حاجه. هل في عاقل بيصدق الكلام ده؟ ما في. طيب الكون كله يكون جاء ساكت كيف؟ صدفه زي ما بقولهم. عشان كده زمان ابو حنيفه رحمه الله ناقش طائفه اسمها السمنيه، ما السمانيه السمنيه، وديل كانوا في الهند ناس بينكروا وجود الاله. قال له يا ابو حنيفه دارين ناظرك في انه الله فيه والله الله ما فيه. قام قال لهم تعالوا ناقشوني بعد كم يوم. جو بعد كم يوم لقوا الامام ابو حنيفه بفكر وزي السارح. قالوا يا امام جئناك للمناظره، فيما تفكر يا امام؟ قال افكر في امر عجيب. قالوا وما هذا الامر العجيب؟ قال افكر في سفينه تجوب البحار والانهار وتحمل البضائع وتنزل البضائع ثم تعود من حيث أتت وليس عليها عمال ولا حمال ولا ربان ولا قائد. فقالوا له أجننت يا إمام؟ أيفكر في هذا عاقل؟ فقال أبو حنيفة أقول لكم سفينة تجوب البحار والأنهار وتحمل البضائع وتنزل البضائع وليس عليها عمال ولا حمال ولا ربان ولا قائد، ثم تقولون لي مجنون؟ وأنتم تقولون أن هذا الكون بسماواته وأرضه وأشجاره وبحاره ليس له خالق ولا صانع، فأينا المجنون؟ شوف الحجة دي قوية كيف. يا أخ شافع واحد جابه في كتاب، أستاذ كان شيوعي بيقري في شفع صغار داري يغرس فوقهم الإلحاد،
قام قال للطلبة أترون السبورة؟ قالوا نعم. قال إذن السبورة موجودة. قال لما ترون القلم؟ نعم إذن القلم موجود. أترون الكرسي؟ نعم إذن الكرسي موجود. قال لهم أترون الله؟ قالوا لا. قال إذن الله غير موجود. طبعا ده لو كان بيقري له في كيزان كان جر سيخ، لأنه ما عندهم أي حجة، عرفته؟ قام له شافع بنفس منطقه ولا تغير، قال أترون السبورة؟ قالوا نعم. قال إذن السبورة موجودة. ترون قلم الأستاذ؟ نعم إذن قلم الأستاذ موجود. أترون الكرسي؟ نعم إذن الكرسي موجود. قال لهم أترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذن عقل الأستاذ غير موجود. دي سيكسو يا طوالي، فهمت الحاصل؟ فوجود الإله يا أخواننا حاجة مغروسة في الفطر، ويدل عليها المنطق والعقل، لكن دول ما عندهم عقول. فده منهج فاسد وفاشل الشيوعيين، ده بجنبه، وعندهم مسائل كثيرة. بعدين لو ربنا يعني جاب واحد في النقاش نحن بنفتح له بقية الكتب إن شاء الله والمسائل. فدي أول مسألة في الإيمان بالله، الإيمان بوجود الله، وده ما خالفوا فيه ناس كثير في العالم، ولا كانت مشكلة الأنبياء مع الرسل، ده واحد. نمرة اثنين، تؤمن بربوبية الله. الربوبية معناها شنو؟ يقول لك رب البيت، رب المنزل، معناه المسؤول منه، والذي إليه المرجع، وهو الخالق المالك المدبر. تؤمن انه الله خالق براو للكون، ما معه خالق، وربنا براو مالك للكون، ما معه مالك، وربنا مدبر الكون براو، ما معه مدبر. وده يا اخواننا المشركين ما كان بيخالفوا فوقه. ربنا قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ديل المشركين، فما كان فيها خلاف. المشكلة انه نحن عندنا ناس هسي دي ذاته عندهم فيها مشكلة. واخونا محمد نورين قال لك من كلام الصوفية، من كلام الصوفية، انه الصوفي بيقول لك انه الشيخ زي الله واحد بينزل المطر، والشيخ بيدي الجنة، والشيخ بجر الشمس، والشيخ بيقلب التمساح حجر، والشيخ بيقلب البت ولد. تما سمعت البرعي قال شنو؟ ليه سلم يا ولد أهدى القلب البت ولد. دي قال كرامة للشيخ، إنه مرته أو جاء واحد للشيخ قال له عندي 6 بنات داير لي ولد، وشيخ محمد نورين جزاه الله خير بيّن لك الأدلة. قال له نديك ولد والمرة تحمل وكذا وكذا، موضوع طويل وانت زول مستعجل ايرجنت، وده عصر السرعة طبعا، ده صوفي ادفانسد صوفي، فهمت؟ قام قال له، قال له عندك بنات؟ قال له هاي. قال له جيب لك واحدة من بناتك. قال جابها يوم الجمعة بعد صلاة الصبح. لو جبت اسمع كلامنا ده وسجله، وحيثما انتهت بك راحلتك وديها، لو بقى يوم القيامة ما بتخلق، مش يوم الجمعة بعد صلاة الصبح، يوم القيامة. الصوفي ولا البني آدم المخلوق ما بيخلق مع الله. المهم قام جاب له واحدة من بناته بعد صلاة الصبح يوم الجمعة. قال فمر الشيخ يده عليها، على البيت يعني، من فوق لتحت، ثم تلا يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. قال فانقلب الذكر من حينه، عمل لها أول عمل لها شيفتي أول ظلله، بعد ذاك عمل لها إسكانين كده، انقلب الطوالي. دي الصوفية دارين يصلوا لشنو؟ إنه أي حاجة ما تطلبها من الله تطلبها من الشيخ. وأنا جايك للموضوع ده. المسألة الثالثة في الإيمان بالله، تؤمن باستحقاق الله للعبادة، إنه ربنا براء والمستحق للعبادة. وهذه هي مشكلة الرسل مع أقوامه. سبب الشرك شنو؟ إنه في ناس قال يا أخواننا والله نحن وسخانين وعندنا ذنوب وكذا وكذا، وحتينا النبق وشربنا البنجو وزنينا وشربنا الخمور، والله عنده أولياء صالحين، نحن بمصايبنا دي لو مشينا لله طوالي ما بيقبلنا، لكن نمشي عبر الشيوخ والأولياء. ربنا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب. ربنا ما داير واسطة، كفار، لأنه جعل بينه وبين الله واسطة. ربنا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقعت في ذنب أمشي لله طوالي بيقبلها. الشيء الثالث، الإيمان بأسماء الله وصفاته، إنه ربنا
له الأسماء الحسنى والصفات العلى مستوي على العرش، وأن الله عز وجل يجي يوم القيامة للفصل بين العباد إلى آخر. ده إيمان بالله، الأمور الأربعة دي. والدليل قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميع. الأمر الثاني طاعة الرسول، لا تتبع الهدي ولا أبزيد ولا تتبع لعثمان ولا حسن البنا ولا الترابي ولا سيد قطب ولا القرضاوي ولا لينين ولا ستالين ولا محمد إبراهيم نقد ولا فاطمة أحمد إبراهيم ولا الصادق المهدي ولا محمد عثمان المرغني ولا بتاع الحركة الشعبية عقار أو الحلو أو سلفاكير أو منو تاني عرمان أو غيره. تتبع راجل واحد وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، ده الدين يا أخوان. وبعد ذاك الكتاب والسنة تفهم بفهم السلف الصالح اللي هم الصحابة الذين قال الله عز وجل عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم. ربنا رضى عن الصحابة، عشان كده نحن بنمشي بفهم الصحابة في الدين. وده ما يعارض إن يا أخواننا الإنسان في الدنيا يقرأ، في تعارض؟ الدين أفهمه زي الصحابة، أخلاقك زي الصحابة، عقيدتك زي الصحابة، حكمك زي الصحابة، لأنه الصحابة حكموا بقيم، والقيم دي تصلح في العهد السابع وفي العهد العشرين وفي العهد السبعمية وليه لا من تقوم الساعة. أفهم الحاصل. لكن بعد ذاك كونك تصنع طيارة، كونك تصنع لك كاميرا، كونك تعمل لك عمارة وترتاح، كونك تجمع قروش وتعيش مرطب، دي ما فيها حاجة. زي ما قالوا: حشش واتغي الله، ما فيها مشكلة، ألبس نظيف، ما تبقى زي الصوفية تلقاه لابس مرقوعة ومعفنة وشعره ملبك لو 60 سنة ما يستحمى، يقول لك ده من أهل الله. والله لو قال لي من أهلي ما أرضى به، خليك من أهل الله. أو تلقاه زي الشيوعي، شيوعي تلقاه لابس بنطلون ينفع لاب بتاع كيمياء، فيه طفيليات عرفته وديدان مفلطحة كلها بتلقاه جوا هنا، وتلقى شعره عامل له قجة فوق عرفتها، فيها قمل تلقاه بيصلي صلاة استسغى عشان يستحمى، عشان الزول ده يستحمى. ويجي يقول لك ده النضال، النضال عفن، النضال عفن. فده كله يا اخواننا باطل. وما في زول قال للناس انه الدنيا دي، الدنيا دي انه لو انت مسكت الدين معناته انت الدنيا تقرضة وانت اسهد في الدنيا وخليها تب، لان يا اخواننا الزهد في القلب، الزهد في القلب. ممكن تكون عندك الدنيا كلها وانت زاهد، لو مشى لو جاتك مليارات انت ما بتترفع على الناس ولا بتتعالى عليهم، ولو المليارات مشت منك ما بتحزن عليه، ده زول الدنيا في قلبه، الآخرة في قلبه، والزهد في قلبه، والدنيا في يده ما في قلبه. فهمت الحاصل؟ احنا دارين الكلام ده لأنه في شبهات كثيرة بيقولوها العلمانيين وغيره عن دعوتنا، فنحن لابد نبين دي مقدمة. المسألة الثانية: ليه نحن بنحارب الأحزاب والجماعات كلها؟ ليه؟ أول حاجة لأن القرآن والإسلام حاربه. ربنا قال: ولا تكونوا من المشركين. ما لهم المشركين؟ ربنا قال: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وربنا قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نحن لا أنصار سنة ولا عندنا جماعة ولا عندنا رئيس ولا بناخذ تعليمات من بشر، كويس؟ ولا تبقى أنصار سنة ولا تبقى منتمي لحزب ولا جماعة، خليك مسلم عادي، عقيدتك تمام، متبع للرسول عليه الصلاة والسلام، مصلي صلواتك الخمسة، وأقرأ هندستك دي، وأنفع نفسك وأهلك وبلدك، عرفتها؟ أجاب الجماعات والأحزاب شنو؟ أسباب. سبب إنه جابوا أعداء الدين، لأنه لما لقوا المسلمين كتلة واحدة والمسلمين معتصمين بكتاب واحد ورسول واحد وفهمهم للدين واحد ما قدروا يفرقوهم، لغاية ما جاءوا أعداء الدين من اليهود والنصارى
دخلوا في المسلمين الفرق، فدخلت الخوارج ودخلت الشيعة وغيرها من الفرق وفرقوا المسلمين، وبقت الفرق أي فرقة تكفر الثاني وأي فرقة تنابذ الثانية، لغاية ما وصلهم فهمهم الباطل للدين إنهم يكفروا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الرب نرضى عنهم الخوارج. ناس عبد الله بن سبأ جو قاموا جابوا دعوات، فهم ما فهم الصحابة، قالوا لا حكم إلا لله، ودي كلمة حق أريد بها باطل. قاموا مرقوا في محلة بيقولوا لا حرورة، وقاموا كاتلوا الصحابة، قالوا الصحابة ما حكموا بما أنزل الله، فبالتالي الصحابة كفار. ومن ديك زي ما قالوا وعيك لليلة الأمة ما فرق، تلقى التجانية 700 صار سنة ما فرقين، جبهجية ما فرقين، الصوفية 700، حزب الأمة حزب الأمة براه 5، حزب الأمة القيادة الجماعية، حزب الأمة القومي، حزب الأمة جناح نهار، حزب الأمة الفيدرالي، زي ما قال أدروب حزب الأمة قاعد جنب الدايات يومي جايب لنا حزب أمة جديد، يوم يلد حزب جديد. فهمت الحاصل؟ هوس ثقيل، هوس. وده كله يا أخواننا ضعف للأمة. وهذيل كل الشعب السوداني الليلة شاف العملات الحرية والتغيير، ولا ما شفنا؟ شفنا ولا ما شفنا؟ مكايدات، لا ده جيبوا وزير، لا ده شيلوه، لا ده سووه، لا ده عملوه، لا ده سووه، لا ده جماعتنا، لا ده ما جماعتنا، لا نحن بنقبل بالاتفاق ده، لا نحن ما خاشين، لا أصل صح ولا ما صح؟ نتفق بتين كويس؟ فده واحد. اثنين من أسباب التفرق، وده من أعظم أسباب التفرق يا أخواننا، إنه تركوا فهم السلف الصالح من الصحابة. لأنه أي زول لما نبقى يفهم الدين براه بيجيب له دين جديد، حيبقى عندنا أديان على قدر الناس اللي بيفهموا الدين. أديك نموذج، ناس داعش طبعا دي الخوارج، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الخوارج كلاب النار، وقال لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، مجرمين. وقال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. السبب بتاع فهمهم شنو؟ إنه الناس ديل يا أخواننا فهموا الآيات على غير فهم الصحابة. قاموا جابوا آيات من القرآن لكن فهموها غلط، وربنا قال تفهم الدين ده زي ما فهموا الصحابة، ده كده الأمة بتمش عديل. لكن مما يزول يجيب فهم براو بنتورط. قالوا ربنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي زول ما حكم بما أنزل الله كافر طوال. العلماء قالوا لهم حتى الظاهرية، الظاهرية يعني اللي بيقيفوا على ظاهر القرآن بس أو النصوص بس من القرآن والسنة، الظاهرية ذاتهم قالوا الآية دي ليست على ظاهره، الظاهرية ذاتهم قالوا الآية دي ليست على ظاهره، قالوا لأنه يلزم من أن تأخذ فهم الآية على ظاهرها أن تكفر كل صاحب معصية، وأصحاب المعاصي ما لم يستحلوها ما كفر. مثلا زول شرب خمرة، ده أخواننا كافر؟ ده ما كافر، صح هو في كبيرة وعنده وعيد وبخش النار إذا ما تاب، لكن ما كافر. قالوا العلماء قالوا لهم هل الزول شرب الخمر حكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ يعني ربنا نزل في القرآن تحريم الخمر ولا إباحة الخمر؟ أنا بسألكم، تحريم الخمر صح ولا ما صح؟ طيب الزول اللي بيشرب الخمر ده حكم بما أنزل الله؟ يبقى شنو بفهم الخوارج؟ كافر، لأنه ربنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. واحد زنى والزنا كبيرة من الكبائر وحرام لكن ما كفر. طيب هل الزاني ما لم يستحل الزنا يكفر؟ الخوارج بيقولوا يكفر لأنه حكم بغير ما أنزل الله وهكذا. عشان كده ابن عباس قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، وقال هو كفر ولكن ليس كفرا كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. عرفته؟ والكلام في ده يطول، ده باب. يجيك مثلا الصوفي يقول لك ربنا سبحانه وتعالى قال
الرحمن فاسأل به خبيرة. معناه تنادي ست مريم، مع انه شرك وخيابة، لكن برضو يقول لك نادي ست مريم. دليلك شنو؟ يقول لك الرحمن فاسأل به خبيرة. فاسأل به خبيرة دي معناها تنادي غير الله، ولا معناها إذا أنت دار تعرف أو تعلم عن الله فاسأل به خبيرا ينبئك عن الله، زي ما ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال هنا ما سؤال عبادة، وإنما هو سؤال تعلم. فشوف الزول بفهم الغلط للقرآن والسنة بيجيب له مذهب جديد. ومن هنا جاء الفكر الجمهوري بتاع محمود محمد طه. وأصلا محمود محمد طه مترس الكفر بتاعه ده من الصوفية. طبعا في ناس بيعتبروا يقول لك يا سلام يا أخ المفكر الأستاذ المهندس محمود محمد طه، لا ده مترس. انت لو خشيت المرسم سنة أولى مش بيقول لك والله فلان ذاك رسام يا أخ نترس منه المصاغط، صح ولا ما صح؟ كويس، ده بس يا غالتي الريس يترس منهم. حتى الأطوال ذاتها بيشيلها بها طوالة، بترسها بها طوالة، عرفتها؟ سرق منه الكفر ذاته بضبانته. والشبهة حقتهم قالوا إنه الإنسان بيعبد الله ويزيد من العبادة والتقوى لحد ما يحصل مرحلة تسقط منه التكاليف ويبقى هو الله ذاته. والكلام ده قاله الصوفية الختمية. الختم قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. وبتاع الطريقة القادرية في كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية قال أنا كنت في العليا بنور محمد وقاب قوسين اجتماع الأحبة، يعني داري وريك إنه الله. وكنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، ده شيخ القادرية قال كان مع نوح عليه السلام. وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران أو ما برد النيران إلا بدعوته. أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدت، عصا موسى ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال ديك ما أصليح، الأصليح حقتي أنا. قال هذا قلنا لو ده اللي يكون موسى الزومة، لكن موسى عليه السلام عرفته وهو الساكت وكذب لغاية ما شاء. قال أنا الذاكر المذكور، الذاكر ده العبد صح اسم فاعل، والمذكور اسم مفعول، هو من؟ هو الله. الشيخ القادري قال أنا الذاكر والمذكور الاثنين، ذكرا لذاكر، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، إلى أن قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. قال وما قلت هذا القول فخرا، بعد ما قاله الله قال وما قلت هذا القول فخرا لأسي متواضع، وإنما أتى الإذن كيما يعرفون حقيقتي. وابن عربي قال في كتابه فصوص الحكم قال أنت من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، فإن أبصرتنا أبصرته وإن أبصرته أبصرتنا. وقال العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، فإن قلت عبدا فلست مفندا وإن قلت ربا فأنا يكلف. عشان كده كان بيقول الحلاج ما في الجبة إلا الله، يعني يقصد نفسه. والكلام يطول، شال منهم الكافر المرتد محمود محمد طه. بعدين احنا ما دارين زول حنين أو زول من كثرة الخلط بقى ذاته ما تابع لفريق الرجال، عرفت؟ التشكيلة حقتنا ناقصة بقى يلعب بغادي، عرفت؟ متى تقول لي لا ما تقول له كافر، خلاص كفوري مرتد بر الدين، عرفتها؟ فدي الكتب بتاعت محمود محمد طه. ونحن جبنا لك برضو المقاطع بتاعت زول القراي. وطبعا ليه اخواننا سؤال بيطرح نفسه، ليه الليله الجمهوريين قايمين وكده؟ قايمين ليه؟ لانه لازلنا هم العلمانين.
العلمانيين قايلين انه هم ما بيقدروا يقارعوا الحجه بالحجه، قايلين انه الجمهوريين بيقدروا يقارعوا لهم. امبارح اشتغلنا في السنتر فتحنا فرصه لواحد جمهوري وقام سال سؤال، بدينا نجاوب عليه وقام زاق عرفتها، وقال لي يجيب الكتاب، اديته الكتاب، هذا الكتاب قاعد، وهسه الليله لو هو قاعد نحن بنتحداه ثاني نفتح لك فرصه عرفتها، لانه حجج قاعده حجج، ونحن ما عندنا لف ودوران، واحد زائد واحد بيساوي اثنين طوال عرفتها، عندك حجه تخش، ونحن دارين الاحزاب دي تشتت الليله تخش، عشان ما لما نمشي بجاي قول لكم وينو انا قاعد شي ليل، انا ما قاعد قاعد هنا، تجي خاش اي حزب يجي خاش، كل الاحزاب دي على باطل، كلكم ضلال ومنحرفين تب ومالين منا خشمنا. والمنهج السلفي الذي هو السلف معناه شنو؟ مش تميز من الناس، انه نفهم القران والسنه بفهم الصحابه، لانه السلف في اللغه من تقدمك من الاباء والاجداد، والسلف منهم صالح ومنهم شنو؟ منهم طالح، ربنا قال عن فرعون وجعلناهم شنو؟ سلفا ومثلا للاخرين. واما سلفنا الصالح النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم السلف الصالح عثمان ابن مضعون، شغل بأدلة، ما في انبسغت ثم تمحورت ثم تفجخت، احنا انبسغت ما في، وارى ما تجينا تقول لي ارى، جيب دليل واحد يكن ارى واتصور هنا ده استوديو مش يصور بغادي، فدار تخش هنا خليك نجيط عرفتها، وتكلم بموضوعيه عشان نرد عليك بموضوعيه. فالفكره الجمهوري يا اخواننا تاع محمود محمد طه كتلوه على الرده والكفر عشان ما يلعبوا عليك العلمانيين، يقول لك لا ده ما كتلوا على الكفر، هذه الكتب بتاعته قاعد. طيب من اخطر العقائد تاعت محمود محمد طه ده كتاب الرساله الثانيه من الاسلام، والكتاب من عنوانه كفر، من عنوانه بس من الدقيقه الاولى كفر، من العنوان الرساله الثانيه من الاسلام، بس زول معلش يجي يمسك المايك ده عرفتها؟ دي كتبه ذاتها، نحن بننقد لك الزول بكتبه، قربوا بس. طيب في الصفحة رقم 92 بعد ذاك بنجي لواحد اسمه دكتور عمر القراي، بقوه مدير المناهج بالسودان، والزول ده ظالم منحرف انحراف شديد، يطعن في الدين ما خلى في الدين أي حاجة عرفتها؟ ونحن حنذكر نماذج عشان بعدين العلمانيين يخشوا ويناقشوا في موضوع المنبر، انه الدين والسودان ما ضيعوه الا الاحزاب والافكار المنحرفه، وانه وجود هذا الضلال والكفر سبب في ضياع المسلمين وسبب في ضياع وهلاك الاقتصاد. طيب صفحه 92 91 92 محمود محمد طه هنا بيتكلم في الصفحه دي معلمينا، قال هنا يسجد القلب وإلى الأبد، يعني إذا عبد الله العبادة الذكر محمود محمد طه ما ذكر الرسول، المهم قال بوصيد أول منازل العبودية، فيومئذ لا يكون العبد مسيرا وإنما هو مخير، ذلك بأن التسير قد بلغ به منازل التشريف فأسلمه إلى حرية الاختيار، فهو قد أطاع الله حتى أطاعه الله معاوضة لفعله، فيكون حيا حياة الله وعالما علم الله ومريدا إرادة الله وقادرا قدرة الله ويكون الله. ده ما كافر؟ ده ما مرتد؟ زول يا اخواننا يقول العبد بيبقى الله؟ الرد على الكلام الباطل ده إنه الإنسان مهما بلغ مراتب العبودية ما بيبقى أصلا إله أبدا، رد عام ونرد على كلامه ده. هل الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ أعلى منازل العبودية ولا إنت فت يا محمود محمد طه والجمهوريين المعاو والعلمانيين اللي بيدافعوا عن الجمهوريين؟ إذا قالوا الرسول ما هو أعلى زول في منازل العبودية ريحونا لأنهم كفروا، صح ولا ما صح؟ إذا قالوا لا بلغ أعلى منازل العبودية، هل الرسول بقى الله؟ بقى الله؟ إذا قال لا منهج شنو؟ إذا قال ما بقى الله منهج انتهى،
إذا قال بقى الله نقول له الله بيموت. ربنا قال في سورة في آية الكرسي اللي بيحفظوها جميع المسلمين، طبعا الجبهة الديمقراطية احنا ما قاصدينكم، احنا قاصدين المسلمين القاعدين. ربنا عز وجل قال الله لا إله إلا هو شنو؟ الحي القيوم. وربنا عز وجل قال وتوكل على منه؟ على الحي الذي لا يموت. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. وربنا قال للرسول عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم شنو؟ ميتون. فهل الله بيموت؟ ده نمرة واحد. بعد ذلك قال العبد قال بيعبد الله، قال قال يطيع الله حتى أطاعه الله. ربنا يطيع العبد ولا ربنا سبحانه وتعالى يجزي العبد بالخير؟ فده الناس مجرمين. قال معاوضة لفعله، وده كلام باطل. يعني انت بتدفع لبتاع الدكان 5 جنيه بيديك بن، ده اسمه معاوضة. لكن انت بتعبد الله بيدخلك الجنة ما من باب المعاوضة، وإنما من باب السبب، لأنك أطعت الله فجازاك الله بطاعتك لله أن أدخلك الجنة. لأنه لو قلت معاوضة معناه أنت عبادتك دي كفيلة إنك تدخلك الجنة، وعبادتك بيعتريها النقص وعدم الإخلاص وعدم أداء في وقتها إلى آخر. عشان كده شرع للإنسان بعد الصلوات أن يستغفر الله 3، لأنه صلاته بتكون ناقصة. لكن ديل ما بيفهم، عرفته؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فدال عندهم إنه مقامهم ده أعظم من مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فيكون حيا حياة الله، وده كذب، لأن العبد مهما بلغ في الصلاح ما بيكون حياته زي حياة الله، لأنه حياة الله كاملة وحياة العبد ناقصة. حياة الله ما سبقت بعدم ولا يلحقها زوال، وحياة المخلوق سبقت شنو يا أخواننا؟ بعدم ويلحقها زوال. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتله. فأنا كنت ماف، بعد ذاك ربنا جابني للدنيا. طيب ربنا عز وجل كان ماف دفري. حياة الله متضمنة لكمال السمع وكمال البصر وكمال القدرة وكمال الإرادة إلى آخر. وأما حياة الإنسان يعتريها النقص في هذه الصفات. ممكن تكون صغير وعندك نظارات، ممكن تبقى شاب وعندك نظارات، ممكن تبقى كبير ويكون عندك نظارات، ممكن يلدوك عميان، ممكن يكون سمعك ثقيل، صح ولا ما صح؟ عرفته؟ سمعك وبصرك محدود، يعني من هنا كان بلغتها المظلة دي ما بتمرق منها. لكن ربنا سبحانه وتعالى يسمع دبيب النمل في الصخرة السماء الصماء ويرى مكانها في الليلة الظلماء. تغارن ربنا بالمخلوق الضعيف؟ كذلك الإنسان حياته يعتريها المرض، يعتريها النوم، يعتريها النقص. وأما حياة الله لا تأخذه شنو؟ سنة ولا نوم، وفروقات كثيرة جدا. قال وعالما علم الله، وده كذب، لأنه ربنا قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم شنو؟ لا تعلمون شيئا. محمود محمد طه ذاته لما ولده كان لو لقى مويه حاره، وكيت كان بابوه الكافر ده، وكيت كان بابوه يدخل يدينه في المويه الحاره ويبكي ويبكي، لانه ما عارف انه يتخلص منها كيف، لغايه ما يمرقوا له يدينه من المويه الحاره. قرونا لا في الانسان والكون زمان منهج الكيزان ده، عرفت الحاصل؟ هو ذاته لما كان صغير لو لقى بلق بتاع كهرباء بدخل يدينه، صح ولا ما صح؟ لو لقى له حاجة أبو الجندب ممكن يأكلها، إلا أمه تقول لك كا وما عارفه كافر، كانت تخليه يأكل أبو الجندب ده، فهمت؟ إلى آخر. فحياة الإنسان ناقصة،
وحياة الله كاملة سبحانه وتعالى. قال ويكون مريدا إرادة الله، وده كذب. ربنا قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. قال ويكون قادرا قدرة الله، وده برضو كذب. ها ربنا عز وجل قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وربنا قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال ويكون الله، وده نفس كلام الكفار. ربنا عز وجل قال لقد كفر، جزاك الله خير، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طيب لو جاء قال لي الجمهوري الآية دي بتتكلم عن النصارى وعن المسيح، نقول له المسيح من سادات الصالحين وهم جعلوا إله لأنه هو من سادات الصالحين، وإنت قلت العبد إذا بقى صالح برضو بيبقى الله، يبقى العلة مشتركة ولا ما مشتركة؟ مشتركة. فديلك كفروا، وإذا كان كفروا لأنه قالوا المسيح هو الله، إنت ما تكفروا بتقول محمود محمد طه ممكن يبلغ درجة الكمال ويبقى إله؟ فده كلام عجيب. هو بقول عن نفسه إنه رسول الرسالة الثانية، هو ما بقول نزل عليه وحي، ما بقول كده، لكن بيقول هو رسول الرسالة الثانية هنا في الكتاب ده، وكلام كثير جدا بيقوله محمود محمد طه. في كلام أنا داير أقوله قبل ما نفتح الفيديوهات، في كتاب ثاني اسمه القرآن أو كتاب اسمه رسالة الصلاة، كتاب اسمه رسالة الصلاة صفحة 80، قال الزول بيتبع الرسول لغاية ما يحتاج لواسطة ذاته بينه وبين الله، قال بتسقط عنه الواسطة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ده المش ما أطاع الرسول، ده شال الرسول، قال لي الرسول ذاته أنت ما تقف لنا، هنا نحن بنشيل من الله طوال. وده كلام الصوفية كانوا بيقولوا عن العلماء أخذوا دينهم ميتا عن ميت، وأخذنا ديننا عن الحي الذي لا يموت. طيب هنا قال صفحة 80، ثم إنه بفضل هذا الاتباع يعني للرسول انعكست الأنوار المحمدية على المقلدين. وديل دائما يا أخواننا كلامهم بيحاولوا يصعبوا لك عشان يلووا لك الحقيقة، عرفته؟ قال كل على حسب بلائه، فأصبح نظره يقوى حتى استطاع أن يرى مواقع أقدام جبريل. قال يعني مشدة ما عرض الله كثير بقى يعاين مواقع أقدام جبريل التي كانت خفية عنه في أول أمره، ثم سار في إتقان تقليده حتى رأى مواقع أقدام الله التي كانت خافية على محمد. ديل الجمهورين تجد دافع عنهم انت لسه. قال فأخذ يوضحها له جبريل بسيره عليها، وسار محمد بسير جبريل حتى قوي فاستقل بالرؤية والاتباع. فده الكلام بتاعه، انه قال لك انت بتقلد الرسول صلى الله عليه وسلم لغاية ما تحصل محلة قال ترى فيها أقدام الله التي كانت خافية على محمد. ده محمود محمد طه. طيب نشوف أتباعه الليلة بقولوا في شنو بعض الأشياء عشان نفتح الفرصة للمداخلات، ونحن دارين الناس يا أخواننا يناقشونا في النقاط العظم في المسائل اللي نحن ذكرناها وذكرها الإخوة قبلي. طيب القراي بيقول في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، قال هنا فصلى، أفتح المقطع ده بالصوت والصورة عشان بعدين تاني ما يكون عنده حجة. نفس الإنسان هي نفس الله. Thank you.
طيب طيب خلاص اقفل اقفل الكلام واضح مش؟ قال النفس الواحدة هي نفس آدم، لأنه قال آدم ذاته مخاطب بالآية دي. يا أخوانا ركزتوا في الكلام؟ هل آدم حضر القرآن عشان يكون مخاطب بالآية دي؟ يا أخوانا النازل عاقلين ولا بيشربوا حاجات؟ ها؟ آدم عليه السلام مخاطب بالآية من سورة النساء، آدم أبونا آدم اللي بيننا وبينه ما لا يعلمه إلا الله من السنين، آدم عليه السلام ربنا خاطب بالقرآن النفسي بالدليل. ربنا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي منه؟ وهي آدم، ما نفس الله ده، قال نفس الله. طيب لو قلت نفس الله، ربنا قال وخلق منها شنو؟ زوجها. هل ربنا عنده زوج يا قراي يا بليد يا جمهوري يا ما فاهم حاجة؟ هل ربنا عنده زوج؟ قال الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها منه؟ منها زوجها، يعني النفس الأولى آدم وزوجها منه؟ حواء عليهما السلام. عرفته؟ فده الناس مجرمين يا أخواننا، بحرفوا القرآن. وبعدين قال المفسرين قالوا النفس هي نفس آدم. لا طيب النفس نفس منه يعني؟ يقول آدم مخاطب بالقرآن. طيب دي مسألة. المسألة الثانية، الناس ديل عشان تعرفهم إنهم محاربين للدين، قالوا دارين يلغوا القرآن من المدارس، وبدلوا يجيبوا الموسيقى والمسرح في المناهج التعليمية. زول ما مسك له ولا تم أسبوعين بيجيب في الباطل بتاعه ده. شغل البتاعة دي عليك الله. قال إنه داري يلغي القرآن من المدارس. جماعة بصف يقول ايه؟ تواصلتوا مع موسيقيين سودانيين وهم متطلعين انه يضعوا لنا منهج موسيقى يبدو من سنة أولى ابتدائي ومنهج مسرح ومنهج موسيقى. شوف الكلام ده. احنا ماشيين في مسرح. قال لك ماشيين. تم شوية ان احنا قاعدين لك ان شاء الله. خلاص وخليه. عرفته؟ فقال يا اخواننا داري اعمل فوق الودي يعني رؤوف بالطلبة. قال الواحد من سنة أولى يحفظوه 23 صورة. لما انت تشوف 23 صورة انت بتتخلع، هي من صورة الناس لحد صورة التين، وبكون حفظ نصين في الروضة في البيت ساكت. ولدك لما بيتعلم الكلام بيكون حفظ له 3-4 صور، صح ولا ما صح؟ طيب انت قلت دار تخفف عليه الصور القصيرة دي اللي بتنمي للطالب الحفظ بتاعه، هل بديل شنو؟ البديل انه يجيبوا له موسيقى ومسرح وفنون يجي يرقصوا لنا. مين صغير؟ هو الكبار الرقص ونحن تفكينا منه. دار تاني تجي تعلي يجي داك اسمه منه بتاع البرنامج بتاع الموسيقى في رمضان ده، الغنى ده، السيرجادور بتاع هايل يا فهيمة وهايل يا بتاع كويس. ده ما يتكلم فوقه، يجي يتكلم في الطالب. وكمان قال حنبدأ من الابتدائي مسرح وفنون وموسيقى وحصة بتاعت فلاحة. انتوا ما قلتوا 6 سنة ليه يعني؟ عشان تعرف انه الناس ديل يا اخواننا عندهم راي في القران زي ما حيجيك بعد شويه. طيب يا اخي نحن عندنا الزول الصغير يا اخواننا بيحفظ القران. الامام البخاري حفظ القران عمره 8 سنوات. 8 سنة عرفته؟ اولادنا في البيوت نحن قاعدين بيحفظوا. الواحد ما بتكمل الروضه بيكون حصل لحد الصوره بتاعت الزلزله، الروضه ما كملها.
لأن يا أخواننا العلماء قالوا العلم في الصغر كشنو؟ كالنقش في الحجر. ودائما الشافع الصغير زي الذاكرة النظيفة. هنا ما زول لما يكبر بيكون الذاكرة بتاعته دي فيها ملفات كثيرة صح؟ بيكون في فايل بتاع ميوزك وعرفته، وفي فايل بتاع خلط، وفي فايل بتاع هندسة، وفي فايل بتاع برامج شبابية وترفيهية، وفي كثيرة. لكن ده ذاكرة نظيفة مفرمطة جاهزة، انت بتنزل فيها شيء وبيجي سريع، بيتلقى سريع، عرفتها؟ فربنا سبحانه وتعالى ذاته قال شنو؟ قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يخلي منهج الله القرآن ويجي يحفظ الناس. أشوف أولادنا الصغار يحفظهم لنا الموسيقى والمسرح والكلام الفارغ ده. طيب نختم بحاجتين وبعدين أو حاجة واحدة ونفتح بعديها فرصة. الدالي بكفر المسلمين. الجمهورين يا أخواننا بيعتقدون شد كفار. في ناس ما فاهمين، أنت يا علماني بعدين لما تكون بتدافع عن الجمهورين شد حيلك، لأنه أنت بقيت تكفيري زيهم. بكفروا المسلمين، هذا اللي هم بالصورة والصوت. ده الدالي، ده من قيادات الإخوان الجمهوريين كما يسمون أنفسهم. شغل شغلها زي قبل بس من البداية، من البداية شغلها، من البداية شغلها، من البداية. سمعتها؟ قال أول حاجة الناس دي ما على الإسلام، ولا القاعدين يسووا فوقه ده صلاة، الجوامع ملانة تماما. دي قال لي كلها ما صلاة؟ قال لي ما صلاة. قال لي بتفتكر إنه الأخوان الجمهوريين هم الفرقة الناجية؟ قال لي لو ما بفتكر أنت تعبان معاك ليه؟ عليك الله شغيلة تاني، شغيلة تاني عليك الله. كويس. يلا القراي برضو بكفر المسلمين، برضو في مقطع القراي بكفر المسلمين. شغلنا احنا شغلنا بتاع وثائق، عشان كده التنظيمات الليلة لو في كوادر يا لبد يا زغ، ولو زغت ما بنخليك، ولو قعدت برضو ما بنخليك، عرفتها؟ فانت شد حيلك وتعال دافع عن الكلام ده. الدالي، ايوه الدالي، لا القراي، القراي طبعا يا اخواننا تكفير المسلم بغير وجه حق ده حرام، لانه النبي عليه الصلاه والسلام قال من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. ايوه لا ماذا 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 ايوه ده Thank you.
رجع رجع من البداية، رجع من البداية. طيب هنا أول حاجة بقول الصحابة ما كانوا مسلمين الإسلام النهائي يعني الكامل، وقال الصحابة ديل أمة مؤمنين، والناس اللي بيجوا في النهاية يعني الجمهورين هم أمة المسلمين الإسلام النهائي. أول حاجة تفهم يا أخواننا إنه الصحابة ما في زول بيحصلوا، ليه؟ لأنه جاء في فضلهم آيات وأحاديث، منها قول الله سبحانه وتعالى مما ذكرنا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ما لهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. وأعد جاءت بالفعل الماضي، يعني ربنا جهز لهم الجنة وهم ماشيين في الدنيا. واحد، ربنا قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وشنوه وكلا وعد الله الحسنى، الجنة يعني. ربنا عز وجل قال في فضل الصحابة: لقد رضي الله، جاب اللام الموطئة للقسم، وقد حرف التحقيق في اللغة العربية، ورضي بصيغة الماضي. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يدعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. لأن يا أخواننا التزكية الحقيقية هي التي تقوم على معرفة ما في القلب من الخير. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وربنا قال لأهل الكتاب: لو دارين الخير ودارين الدين الصحيح تتبعوا الصحابة وتفهموا الدين زي ما فهموا الصحابة. ربنا قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وربنا قال في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنين لما نزلت الآية ديل منه الصحابة. ربنا قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكان يكفي أن يقول الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ويتبع نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لكن ربنا جاب: ويتبع غير سبيل المؤمنين الصحابة، لأنه سبيل طريق في الدين كله ده المرض عند الله سبحانه وتعالى، ودل العصمة للناس إنهم ينجوا وإنه الأمة تبقى واحدة. دي مسألة. المسألة الثانية أخواننا، لما كلمة الإيمان والإسلام العلماء قالوا إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، يعني لما تلقى كلمة الإسلام براها بيشمل الإسلام والإيمان والإحسان، لكن لما تلقى الإيمان والإسلام مع بعض، الإيمان يشمل الأعمال الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر، والإسلام يشمل الأعمال الظاهرة من الصلاة والزكاة والصوم والحج والشهادتين وغيره. عرفتها؟ وإذا ذكر الإيمان براو يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا، ده يدل على شنو؟ ده يدل على الإسلام والإيمان. دي مسألة نمرة اثنين. مسألة نمرة ثلاثة، إن يا أخواننا ربنا عز وجل لما الناس دخلوا الإسلام حدث عهد بإسلام، قاموا قالوا نحن المؤمنين، افتخروا. ربنا قال: قالت الأعراب شنو؟ آمنا. الرد عليهم شنو؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا شنو؟ أسلمنا، أها،
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني لسه الإيمان ما خش في قلوبكم وما وقر وما ثبت. فده الناس مجرمين. وبعدين تكفير الناس ديل لأمة المسلمين والأمة جمعاء، لا، لأنه القراي سألوا واحد، سألوا سؤال في محاضرة، قال له وهي أنت الإسلام اللي بتدعو له والأمة دي رأيك فيها شنو؟ قال له الآن المسلمين هم الآن في جاهلية، قال يعني أنتوا جد قاعدين في جاهلية، مش بتصلوا وتصوموا أنتوا وأبو جهل وعقبة ابن أبي معيط واللي بيقول له يا فتى تعال نزني، كلكم واحد، كلكم واحد. ده القراي الجمهوري اللي بيدافع عنه العلمانيين، القايل انه بي 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 يعني بيحارب اهل الحق، ويا دوب ورطكم والله جمهوري ده، والله يورطكم ويوقعكم في بير ما تتفكوا منا ابدا. ونحن بنجي نكشفك هنا بالادله والوثائق، والمقاطع لسه كثيره والكلام كثير، ونحن دارين نفتح فرص للمداخلات والاسئله والنقاش، ودارين النقاش يدور حول نقاش منهجي. يعني انت لو دار تجي تنتقدنا ما تجي تجيب نكات، عرفتها؟ تعال انتقدنا في منهجنا ده وقول الدائر وما عندك مشكلة، عرفتها؟ فنحن نفتح فرصة أولا للجمهوريين وثانيا للعلمانيين. قالوا في علمانيين كتار في البلد دي، أوعى تدفنوا دقن. فرصة مفتوحة عليكم للحوار والنقاش، فرصة مفتوحة، فرصة مفتوحة. هنا لا في متفجرات، عرفتها؟ لا كده، هنا بس في أدلة، بس ما تخاف. انتوا مش قلتوا قل ما تشاء؟ وشوف احنا جبنا لك ما تشاء بساون وحاجات ظريفة ذات وكده، في تطور، صح؟ فرصة مفتوحة لك. وين العلمانيين؟ جبهة ديمقراطية، ناس حكاية القردة شالت نبقوا، خطت نبقوا، جدعت نبقة، نجيب لكم نبق عشان تخشوا، فرصة مفتوحة. وين المستقلين؟ والله مرة شغالين معهم موازي في جامعة السودان الغربي، قالوا التحية، اسمع هو شين طبعا الكلام شين، لكن أنا بقوله لك لأنه ربنا ذكر في القرآن أقوال كفرية وفي أقوال فسقية، ربنا ذكر عشان يحذر منا الناس والبشر والمخلوقات، فنحن بنذكر لك. قال التحية لبائعات العرق التي تمارس بالليل الدعارة وتنجب أولاد الحرام، فنحن أولاد الحرام. أنا قلت لهم الود يجي من أهله، ما شاء الله أبو عقد على أمه وشهد الناس شت، ولما ولدوا جاب له خروفين ضبحين، يخش الجامعة يلين في الأحزاب يطلعوا حرام. شوف المصيبة دي كيف، دي الأحزاب، أو يبقى حزب أمة تابع للصادق بوخ هذاك، عرفته؟ أو لعلي بلدو. علي بلدو ده ما علماني بالمناسبة، حرية وتغيير، ولا ما علماني؟ لو داير تبقى حرية وتغيير تمام تبقى زي علي بلدو، قال نحن نريد قانون يحفظ حقوق المثليين، يعني راجل يفعل في راجل ومرأة تفعل في مرأة، ده ما يهو معناه ولا معناه شنو؟ دي العلمانية الدارينة. وقالوا نحن قلنا الكلام ده لأنه أمريكا قالت لنا إذا ما عملتوا كده ما بنرفع الحظر، حظري مقطع فيك إنت وفي أمريكا، نحن نبقى ما شادين حيلنا عشان نرفع عننا الحظر، تبا ليك وللحظر بتاعك ذاته، والله جد هوس عليك. أنا أشوف العلمانيين دارين يحصلونا وين؟ يا ناس رجالة سودانية ما في؟ رجالة يبقى زوج زي ده يتضرع ويشوك حنكه قدام المسلمين في التلفزيون وفي القنوات، يجي يقول لهم دارين زواج مثليين؟ يا أخي عادات سودانية ما في؟ رجالة ساي نخوة ما في؟ سودانيين ديل يا أخي في أعراضهم دي بتقوم حروب في الأعراض، زول بيطق عليه زول بينشف ريقه، عرفتها؟ تجي أنت الليلة آخر زمن دار تنشر وسخ والعفن والرذائل، دار تنشره باسم الحرية وعشان يخلونا، ودائرنا نخليك ودائرنا نرد عليك بغير الاسلوب ده. شوف اي زول مجرم وضال لعب بالدين وطعن في الدين عشان الكيزان، انه الكيزان قدموا صورة سيئة للدين، والله نحن ندوسك تحت الكرة انت والكيزان، وبنتحدىهم بالحجة، نتحدى اي زول بالحجة، اي علماني في علماني تكت في كتب شيخك عشان تعرفوا منهم ناس كذابين ساكت. يجيك واحد يقول لك العلمانية من العلم وتلقى شايل 6 مواد، علمانية بتاع شنو؟ كذاب ساكت. العلمانية دي معناها ما دارين دين. نتحداك هسي نخش قواميس وتعاريف بتاعت علمانية، سكيولار اس اي سي يو ال اي ار، تعني دنيوي او لا دين، حركة اجتماعية. ديل الناس النجرة
انت وقت واد فاهم وجداع وقرعوبتك كبيره وملانه حاجات انجر لك منهج براك. هم قالوا كده، قالوا هي حركه اجتماعيه تهدف الى صرف الناس من الاهتمام بشؤون الاخره الى الاهتمام بشؤون الدنيا فقط. ما دارين تخشوا، لسه عندنا فيديوهات وفي كتب، لسه كتب محمود لسه، وده براه وده محمود محمد طه براه، لسه في عوالق تانيين قاعدين جوا كيزان وجماعه كلهم لسه بنفتحهم لك. والله الا ليله تخشوا احزاب، نفتح الفرصه قبل ما انا نشغل، خير لكم تخشوا اخير لك، لانه بعدين الطلبه بعد احنا نمشي بيقول لك الناس دي فتحوا لك الفرصه وانت بيت تخش وانت عملت كابتن لابد، عرفتها؟ فتعالوا خشوا شينا، والله شينا احزاب، تعالوا تشد ان شاء الله برانا اي واحد من اخواننا ديل بنخليه ناظركم، تعالوا اقعدوا هنا قدام ونجيب لكم بارد وباسطه وحليب، تعالوا تعالوا اقفوا. طيب شغل اسماء محمود محمد طه بتقول انه ابوها ما كان بيصلي، والغريب امبارح خشلنا الولاد بتاع الجمهورين ده عامل له قجه كده لفوق، قال لا، قال محمود كان بيصلي، يا ود بنته قالت ما كان بيصلي. انت ولد من الرضاعه ولا شنو؟ قالت لك ما كان بيصلي. شغل شغله لسه في حاجات ثانيه بنرد على ده. جابوه معاه لقاء في قناه ام درمان، لو شفته فوق في قناه ام درمان صح؟ يعني ده ما عملناه نحن. هي ذاتها قالوا لها محمود محمد طه كان بيصلي، قالت ما كان بيصلي الصلوات الخمس المعروفه، لكن ده ما كان معناه بيصلي. وطبعا دي عندهم حاجه اسمها صلاه الاصاله، يعني انت بتحصل مرتبه بتنزل منك التكاليف، زي ما قال محمود محمد طه في كتابته رساله الصلاه، ولو في واحد جمهوري داري خش نوريه الحاصل. عرفتها؟ وصلاة الأصالة إنك ما تصلي. الأصالة معناها شنو؟ معناها أنا بقيت أصيل في أخذ التكاليف، وإنه بتحصل مرحلة قال شهادتك بتبقى براه، ما شهادة الرسول، وصلاتك براها ما صلاة الرسول، وزكاتك براها ما زكاة الرسول، يعني ما كان بيصلي صلاة الرسول. بعد ذاك صليت أي صلاة ثانية أنت كافر بالله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم شنو؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر. عرفتها؟ فقالت ما كان بيصلي. قام المذيع سأل سؤال ثاني، قال لها الصلاة ذات الركوع والسجود محمود كان بيصليها؟ قالت له لا، ما كان بيصلي الصلاة ذات الركوع والسجود. الناس دي يا اخواننا ثاني دار بيان اكثر من ده شنو؟ بيان ثاني اكثر من ده دارين شنو؟ فرصة مفتوحة. احنا طبعا كل مرة حنديكم فاصل ونجي راجعين. فرصة مفتوحة ليه؟ كل الناس، حتى لو في طالب مثلا سمع من جمهورين شبهة دايرنا نرد على، نحن طبعا الطلبة بنحترمهم جدا، كلامنا ده للأحزاب بس، أما الطلبة الفلوتر الما تابعين للتنظيمات نحن بنجاوب عليهم إن شاء الله جواب الناس يستفيدوا منه، ما يعني ما بنعاملهم زي الجماعة ديلا، لأنه داك عامل فوق الود فاهم وبيعقب على الدين وبيعقب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد نحن ننزلك في علبتك وندخلك في فتيلك ونسدك من فوق. فهمت؟ لابد ننجمك. اما زول مسلم عادي داير يستفيد، او ناس ركبوا له شبهه داير يحلوها له بما علمنا الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله بنجاوب عليه. فرصه مفتوحه للاسئله والمداخلات والاستفسارات. فرصه مفتوحه. جات وين؟ جات في بورسودان، ولقت الفريق اصبح خاله زي ما قال داك. عرفتها؟ وقالوا خش لها واحد انصار سنه. صار سنه خش لها. أدته الكتب دي ذاتها، قالت لي طلع الكلام بتاع محمود اللي انت قلته، كلامه ده انه بقول انا الله وكذا وكذا، قال عمك ما قدر يطلعها، لانه انصار سنه ذاتهم باعوا القضيه، بقوا مع الصوفيه واحد. المركز العام بتاع الصوفيه بتاع انصار السنه مشى للشيخ الكباشي، قال الاسم كباشي، اللي بيقول عنه البرعي كباشي، كم ادى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي، يربط ويحل في كل محل، كم أضى طفل غير مس وتفل، عشان ما تقول الشيخ زول كعب بالحرام،
غير مس وتفيل بالواي فاي بعيد بعيد فهمت؟ أدى ولد قال مشوا أكلوا معه ورز ديل الإصلاح ديل المركز العام وأما ناس الإصلاح مشوا أبزبت قالوا دارين حرب الشيعة وما في شيعة هنا ذات شيعة وينه؟ شيعة الأخوان المسلمين كويس؟ قالوا نحن وأنصار السنة والصوفية والأخوان المسلمين كلنا واحد قال كلنا واحد وده معناهم كيزان صح ولا ما صح؟ قالوا أنصار السنة ما برضوا في الأخوان المسلمين والصوفية والصوفية ولا ما برضوا في الأخوان المسلمين وأنصار السنة والأخوان المسلمين ما برضوا في الصوفية وأنصار السنة عرفتها؟ زي ما ده قال ضمن الوادي منجو زنبيري وما عارف شنو كلام القديم ده هوس دي الأحزاب يا ناس أحزاب ما بتدافع عن دين عشان كده ما تخش أنصار سنة ولا يجيك واحد من أنصار السنة يقول لك لابد تخش في جماعة في دليل يقول لك أيوة أهد دليل شنو إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية طيب وين المرفعين اللافي في الجامعة ألا أكلني ما ده الفهم فأنا ناس مجرمين أو يجيك الكوس أقبل على دربنا بالموسيقى طبعا الترابي ما حل لهم الموسيقى قال ينبغي للآلات الموسيقية أن تؤوب إلى الله أنا ما أعرف الأورغان ده يتوب لله كيف الله أعلم ما لخبط الدين قال ينبغي للآلات الموسيقية أن تؤوب إلى الله كويس وكلام فارغ وباطل كثير فرصة مفتوحة للمداخلات فرصة مفتوحة أخونا ده دخلنا مبارح بس لو ما في زول تاني بنديه فرصة إن شاء الله في اتحادين قاعدين ناس الختمية سفينة نوح ألحق نفسك قبل تروح ألحق نفسك في الركن سخن وين الاتحادين اتحادي نحن جينا بشورة هنا ولما حكمنا الناس راضين لا الضارين ولا دبابة ولا تاجرنا باسم الدين وسنة 86 أبو سبيب في دائرة العرض الناس الكبار الحصلوا انتخابات 86 بيتذكروا الكلام ده في الخرطوم أم درمان العرضة خدت له طشت قدامه قال المب تصوت للحزب الاتحاد أنا شايفه في الطشت يا زول دي كاميرا مراقبة طشت كده أنت أموال الناس في ستي مريم وفي حسن بجلابية قالوا سموه حسن بجلابية لأنه الجلابية بتاعته قال بتضوي بيشوف الضوء بتاعه من بعيد بتنور قال جلابية LED عرفتها من بعيد قال بيشوفها بتضوي لما في والبرعي عشان تعرف الصوفية ذاتهم ما واحد البرعي قال هدرنا قطنا فدرنا روح الكون القطب عمرنا ده بتاع الكريدة طبعا احنا حافظين الشغل ده عشان ننجمهم به قال جلاب التنور بتخيط إبرنا يعني انت الختمية لو الجلابية حقتكم دي بتاعت نور بتنور خيتنا نحن أشفت منكم دي الصوفية والله دي الطرق ودي الأحزاب والجماعات تأكل باسم الدين منهم الحزب الاتحادي الديمقراطي وين الاتحادين تعالوا ناقشونا في العلمانية رأيكم شنو يا أحزاب عيب عليكم انتم ما قلتوا نحن سنة أولى سياسة يا ناس رابعة عيب عليكم نجي نحل لكم التمرين ولا شنو فرصة مفتوحة وين الأحزاب دي؟ ما بنخلي الكتب دي قاعدة كثيرة والله أي حزب هنا قاعد لو جميك يجيب ذاته بنمرق له حاجة إن شاء الله فإنت لابد تخش تدافع عن حزبك دي أحزاب كلها باطلة ما بجوز تبقى كوز حرام ما بجوز تبقى أنصار سنة حرام ما بجوز تبقى معانا ولا نحن حزب حرام ما بجوز تبقى شيوعي كفر ما بجوز تبقى حركة شعبية كفر ما بجوز تبقى UBF ما بجوز تبقى عرفت اتحادي تبقى حزب أمة كله ما بجوز يا أخي الصادق المهدي بيقول ينبغي إعادة قراءة آيات المواريث بما يتناسب مع العصر الحديث الحكم ربنا نزله ربنا قال والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب الصادق المهدي قال لا نحن بنعقب على الله ده ما كلام شيخكم تعالوا دافعوا عنه فرصة مفتوحة في كتاب جدلية الأصل والعصر صادق المهدي غير النقة ما عنده شيء إن الوحدة الوطنية تحتاج إلى وجود كيانات متكيفة مع الإطار الكيفي أو التكيف الإطاري في كيفية واضحة التكيف والسندكالية وتلقى المبارز صادق المهدي يقول لك يا سلام يا والله الليلة خطبة سيدي الصادق قال كلام سمح قال شنو لك يا سلام والله ما خلى حاجة للحكومة نبز قال شنو يقول لك هنا كلام سيدي بتفهم ما هو دي الورطة الخاشي فيها الشعب السوداني ذات ما بتفهم ذات الأصل كانكفاء والحداثة كاستلاب والتأصيل الصحوي والتحديث المؤصل وكلام فارغ ساكت وحكم السودان الصادق المهدي
زول عمره كم وتسعين من سنة حفروا البحر قاعد ما قدم للسودان حاجة غير النقة. والله أظن قبل المذيع يتسوق في التلفزيون هو يجي ينضم نظمي بس، لغاية ما الشعب السوداني زمان قال له لا بنزين ولا موية يا الصادق يا كاكويا، ده ما قلناه نحن، مش هذا لأجدادك بوروك. هو الساكت يا أخي، شوف لو دارين نضيع البلد نديها الأحزاب. الحزب الشيوعي بداية نميري كان شيوعي ومسك البلد والبلد خشت في أزمة. بعد ذاك جات الانقلاب التصحيحي بتاع ناس هاشم العطا ومين مين مين عرفته، وكان نميري وردي بغني لهم لنميري يا حارسنا ويا فارسنا كنا زمان نفتش ليك وجيت الليلة زايرنا. لما انشاتوا من نميري برا قالوا لا حارسنا ولا فارسنا، دستنا بالجزمة وكسرت مدارسنا يا الراقب الهنتر وعامل عنتر، شكرا لعنتر وما لعبلة لكن لعنتر بس، فهمتها؟ هو الساكت دي الأحزاب. الأحزاب الكيزان إذا كتلوا الناس في دارفور الشيوعيين كتلوا الناس في الجزيرة أبا 11 ألف أنصاري في 3 يوم بمعدل 11.8 أنصاري في الدقيقة، عرفتها؟ ده ريت عالي ذاته صح؟ هاي سكير. المهم فرصة مفتوحة، ما في حزب دار يخش؟ طيب لو في أي زول تاني دار يخش، لو في أزيلة وزعتوها وين أخونا مزمن؟ يجي شيخ أحمد يجاوب على فرصة مفتوحة قبل شيخ أحمد يخش، فرصة مفتوحة للمداخلات. يكتبها في سؤال حولية كله بنجاوب عليه إن شاء الله، إحنا ما أرقين للريبة والتلاف، ما عندنا أي مشكلة. لو في حزب كرهان كلامنا داري يقتلنا يضبحنا ما عندنا مشكلة، بس خلينا نقول كلامنا وضبحنا ما عندك عوج، ما أرقين لها بر عديل، ونحن عدالة أي حزب. شفت لو عمل حزب البهجة والمسرة بيجاي بعد شوية نحن ضدك طوالي، لأنه الدين ما فيه أحزاب وما فيه تفرقة. فرصة مفتوحة.